قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، أستعين بالله عز وجل للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. سائل يسأل عن الحجامة، أولا هل ورد فيها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا هل لها يوم مخصوص تفعل فيه وهو الأفضل؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، أما عن الحجامة فقد وردت في فضلها عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل، وفي شرطة محجم، وفي كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. أما عن تخصيص يوم لها فالأخبار الواردة في تخصيص يوم للحجامة لا تثبت، ومن ثم فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يحتجم إذا هاج به الدم، والله أعلم. السلام عليكم. لو سمحت فضيلة الشيخ، عندي 5 أسئلة. تفضلي. زوجي بيشتغل صيدلي في شركة أدوية، في الشركة دي هتفتح صيدلية جوه شركة بتصنع الدخان يعني والسجائر وكده، فهو كده لو اشتغل، لو نقلوه في الصيدلية دي يبقى عليه اسم ولا لا؟ صيدلية شركة دخان؟ سيعمل في صيدلية شركة دخان؟ صيدلية جوه شركة الدخان. لا يفعل، لا يعمل. لا يعمل فيها؟ نعم. ماشي. طب والسؤال الثاني، لو واحدة توفت يوم الأربعاء، هل يجوز ان انا اخليها لحد يوم الجمعة عشان ادفنها، عشان يبقى عدد المصلين اكتر؟ طيب سؤال ثالث. والسؤال الثالث، لو انا دخلت في الصلاة على صلاة رباعية، دخلت على الركعة الثالثة، اقرا الفاتحة وسورة صغيرة ولا الفاتحة بس واعكس الركعتين الاوليين في الاخر؟ والسؤال الرابع، هل في حديث بيقول اللي لا شؤم الا في ثلاث: الدابة والبيت والزوجة؟ والسؤال الاخير، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في نفس اليوم اللي توفى فيه ولا تأجل برضو دفن يعني؟ وجزاك الله خير. وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما التي ماتت يوم الأربعاء وتريدين تأخيرها ليوم الجمعة لاجتماع المصلين، فهذا جائز إذا كان الجسد لن يتأثر، إذا كان الجسد لن يضار فهذا جائز إذا كان القصد اجتماع المصلين. هذا وعن حديث: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. إنما هو أثناء السير بالجنازة، أثناء السير بالجنازة نسرع أيضا إسراعا غير مخل، لأن الله قال: واقصد في مشيك، ولأن ربنا قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أما تأخير الجنازة ساعات أو يوم أو يومين لعلة من العلل فلا بأس بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. أما
إذا أدركت الإمام في صلاة الرباعية وهو في الركعة الثالثة، هل تقرأي الفاتحة مع سورة أو تقرأي الفاتحة فقط؟ كل ذلك واسع، ليس عليك منه ضير. إن شئت قرأت بعد الفاتحة سورة، وإن شئت تركت، الأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق. أما سؤالك، هل هناك حديث لا شؤم إلا في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار؟ وبلفظ آخر، إن كان الشفاء في شيء، عفوا، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، فحديث ثابت في الصحيح وبالله التوفيق. سائل يسأل عن الكي، يقول ابني له في يده صنط بارز، حبوب بارزة، وقال لي البعض إن علاجها الكي، هل أقدم على الكي أم ماذا أفعل؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، إن كان هناك دواء غير الكي فاستعمل الدواء الآخر، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمتي عن الكي. في الحديث الثالث، من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. لكن إذا دعت ضرورة ملحة ولم يكن ثم دواء إلا الكي، صرنا إليه من غير كراهة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فكواه، والله أعلم. السلام عليكم. أيضا السائل يسأل، هل القرآن يصلح كعلاج للأمراض البدنية أم أنه لأمراض القلوب فقط؟ أقول بالله تعالى التوفيق، القرآن صالح لعلاج الأمراض البدنية والأمراض القلبية أيضا بإذن الله. ومن الدليل على ذلك عموم قوله تعالى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقوله تعالى أيضا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فبالعموم يصلح الاستدلال. إضافة إلى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذتين مع قل والله أحد وتفل، ومسح رأسه وما استطاع من جسده، كان يفعل ذلك 3 مرات. ومن الدليل على ذلك رقية اللديغ بالفاتحة، إذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا على قرية فسألوا أهلها القرى أي حق الضيف، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فأتى أهله إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم، هل منكم من راقي؟ قالوا نعم نرقي، ولكن لن نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. فرقاه بعضهم بصورة الفاتحة فبرئ بحمد الله، وأعطوا من أجل ذلك قطيعا من الغنم وبالله التوفيق. فعلى ذلك فالقرآن شفاء من الأمراض العضوية والأمراض البدنية على السواء، وكل ذلك بإذن الله، ولن يتم الشفاء إلا بإذن الله، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل عن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فأقول وبالله التوفيق، إن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حكم عليه الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين رحمهم الله تعالى بالنكارة. وما يؤكد نكارته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك
إلا إذا كان صوما يصومه أحدنا وبالله التوفيق. سائلة تسأل عن أخيها الذي قد مات، فلما مات أخوها ورجعت بعد أن عزت في وفاة أخيها في بيت أبيها، رجعت إلى زوجها في الليلة الأولى، في الليلة الأولى عقب وفاة أخيها، فطلبها زوجها للفراش، هل لها أن تمتنع إذ هي حزينة لوفاة أخيها؟ أقول ليس لها أن تمتنع، ليس لها أن تمتنع من ذلك، بل تأثم إذا امتنعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، والله أعلم. سائل يسأل عن لفظة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، هل بهذا اللفظ يثبت؟ نعم يثبت، هناك لفظان ثابتان: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والآخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وكلاهما ثابت وبالله التوفيق. السلام عليكم. سائل يسأل عن امرأة أبت أن تعيش مع زوجها ورفعت قضية تطلب فيها الطلاق وتريد أن تسترد كل عفشها وتسترد الشبكة بناء على طلبها للطلاق، هل لها ذلك؟ أبوها يسأل، فأقول وبالله التوفيق: إذا كانت هي الظالمة لزوجها وزوجها لم يؤذيها فليس لها أن تخرج بهذه الطريقة، وإن حكمت لها المحكمة فهي لا زالت آثمة، لأن قضاء القاضي الدنيوي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، والنبي قال: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فإذا كانت هي الظالمة فلتختلع إذا أرادت أن تفارق، لكن كونها تأخذ حقوقها كمطلقة ولم يرد تطليقها وليس بظالم لها فهنا إثم وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. كنت عايز حضرتك سؤال كده بالنسبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، في بالنسبه موضوع كده في خلاف، يعني كنت عايز اسال حضرتك عليه، خلاف شرعي يعني، بالنسبه هل الامم اتخذت ارباب ولا آلهة فقط؟ نعم نعم. هل الأمم أقوام الرسل اللي أشركوا هل اتخذوا آلهة فقط ولا اتخذوا أربابا وآلهة؟ في ملحوظة يعني، في ناس بتستدل بآيات ولئن سألتهم على أن الأمم ما اتخذتش أرباب، بينما في اتجاه آخر بيقول أن كلمة أرباب جت 4 مرات في القرآن صريحة، زي أحبارهم ورهبانهم أرباب، الملائكة والنبيين أرباب، بعضنا بعضا أرباب، أرباب المتفرقون خير، ألست بربكم؟ قالوا كنا عن هذا غافلين. يعني إلما السؤال مش فاهم. السؤال إن في خلاف في مسألة، إن هل الأمم اللي أشركت هل اتخذت أرباب ولا اتخذت آلهة فقط؟ ففي فريق بيقول إنها اتخذت آلهة ولم تتخذ أرباب، يعني وحدوا في الربوبية، وفريق آخر بيقول إن كلمة أرباب جت في القرآن أكتر من 4 مرات، جت 4 مرات صريحة، وجاءت الآيات اللي ذكرتها لحضرتك، اللي أحبارهم ورهبانهم أرباب، الملائكة والنبيين أرباب، بعضنا بعضا أرباب، أرباب متفرقون خير أم الله، بالإضافة لقول فرعون أنا ربكم الأعلى. خذ بالك، لا خذ بالك، انتبه معي، سمع معي. اتفضل. كلمة أرباب كمعنى لها عدة معاني، من بعض معانيها تشترك مع الآلهة في معنى من المعاني، فالرب بمعنى الصاحب،
تقول رب البيت، الرب بمعنى السيد. اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك أي عند سيدك. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه سيدي، يقصد عزيز مصر على قول المفسرين. فمن معاني الرب الصاحب، من معاني الرب من معاني الرب السيد الذي عنده عبيد، من معاني الرب المربي بنعمه من التربية، من معاني الرب المعبود. ومنه قول القائل، وهذا مشهور في أبواب السير وإن لم يكن له سند صحيح، قصة الرجل الذي كان له صنم يعبده وله ولدان أسلما، قصة فيها كلام لكن أنا شهدي لغوي. فكان الأب يغسل الصنم يوميا، يأتي الولد من الولدين يبول عليه، يبول على الصنم، فيأتي أبوه يشتم من فعل هذا ولا يدري من فعل، ويأخذ الصنم يغسله ويعبده ويسجد له وبعد رأى الولدين تغوطا عليه وألقياه في بئر مع شيء ميت، فنظر إليه وقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فهنا الرب بمعنى المعبود، فالرب بمعنى المعبود. فأحيانا تتفق كلمة الرب في بعض معانيها مع الآلهة ولا إشكال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عايزة أسألك حضرتك ثلاث أسئلة يعني، بس أقسم عليك بالله تجاوبني على الثلاثة يعني. اتفضلي. أنا ابني توفى من حوالي 4 شهور، عنده 25 سنة، يعني كان بيجهز شقته وكان بيجيب حاجات، فتوفى، عمل حادثة وتوفى. أولا هو عمل حادثة بعربية ابن عمته، والعربية دي اتبهدلت خالص، وابن عمته كان مشتريها ب160 ألف وباعها ب50 ألف بعد الحادثة طبعا. فهو رفض ياخد أي تعويض، ورفض إن أنا يعني كنت عايزة أدفع له مقدم عربية، فرفض خالص لأنه هو مربي ابني ده. فأنا مش عارفة يعني هل من الشرع عليا أو من الدين إن أنا أدفع له مقدم عربية وأجيب له عربية جديدة؟ ليس عليك شيء الحمد لله، وما دام الرجل الكريم هذا قد عافى فلا شيء عليك أصلا، من الأصل أنت لا شيء عليك، لأن الجاني يعني مات. مش مفروض عليا فضلت الشيخ يعني شرعا إن أنا أجيب عربية؟ ليس بمفروض عليك. طيب السؤال الثاني فضيلة الشيخ، انا عايزه يعني انا هبني مسجد لابني يعني عشان صدقه جاريه لي، فانا عايزه ارفع قضيه تعويض على الطرق والكباري، لان ابني عمل الحادثه بسبب الاهمال، لانهم هم بيصفوا الطريق بالليل ومش حاطين اي اشاره ولا حاجه، وحاطين كوام رمله وحيبه ومطبات، فابني عدى الكوام الرمله دي في العربيه اتقلبت بيه، فهو مات بسبب الاهمال. فانا عايزه ارفع قضيه تعويض عليهم عشان هبني مسجد لابني، هل حرام قضيه التعويض ان انا ادفعها؟ لا، ارفع قضيه تعويض لكن لا تزوري في اي اوراق. لا مش هزوري. لا تزوري في اي مقولات، والقاضي هو يقضي، لكن لا تزوري في اي اوراق. لا لا حاشا لله، مش هزور طبعا. نعم، بس حضرتك اسمع السؤال الثاني حضرتك وجاوبني وانا هسمعك من التلفزيون ان شاء الله. انا لما ابني توفى انا سبته ملتزمه وبصلي قيام ليل ومنتقبه وكل حاجه، بس انا عندي ياس فظيع يا فضيله الشيخ من ساعه ما ابني توفى، لانه كان بر بينا خالص، وكمان بابا توفى من سنتين وهو كان فاتح البيت يعني وفاتح المحل بتاع بابا وكده، فانا عندي كميه ياس فظيع يا فضيله الشيخ. انا بصلي وبقرا قران وبحفظ قران وكل حاجه، بس ياسه من الدنيا خالص، وكنت هجوزه فكنت فرحانه بيه يعني وكده، فمش عارفه اقول لحضرتك اي حاجه يعني اعمل ايه طيب عشان الياس ده يروح. اسالك سؤال يا اختي، يا اختي اسمعيني. ايوه يا فضيله الشيخ اسمعيني. طب والسؤال الاخير يا فضيله الشيخ، انا عايزه احط صوره ابني في السلسله ده وابقى لابسها في البيت بس، يعني في البيت بس. نعم. حرام ولا حلال يا فضيله؟ وشكرا، ألف شكر ليك وربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما يأسك فأنت مخطئة فيه، ابنك اسأل الله أن يرحمه، والحال التي أنت فيها من اليأس لن تقرب ابنك من الله، فأكثري من الاستغفار للولد وأعملي عملا صالحا له كما تقولين، هذا أنفع له. وتذكري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ولدك،
ومات وفارق أصحابه، وخرج الكريم أبو بكر يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأنت تعرفي تماما أن كل من عليها فان، فلا تيأسي أبدا من رحمة الله، ولا تدري هل كان في بقائه خير له ولك أم لا، فاحمد الله على كل حال وكوني راضية بقضاء الله. أما الصورة التي تريدين أن تجعليها في صدرك لولدك، لا تفعلي، هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. والله بدي أسأل عن صحة حديثين. نعم. الأول حديث أم حبيبة الذي رواه الترمذي: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هل هو يقصد به سنن الرواتب ولا ماذا؟ هذا الذي عليه الأكثرون. الأكثرون على أن المراد به سنن الرواتب. بس فضيلتك، أنت فصلت في حلقات سابقة سنة الظهر ممكن تصلي 4 قبل. نعم. و4 نعم. بعد. نعم. يعني هناك قبل سنن رواتب لا إشكال فيها. اثنان قبل الصبح، واثنان قبل الظهر، واثنان بعده، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء، كذا 10. في ركعتان آخر زائدتان على ما ذكر، داخلتان في سنة الظهر القبلية أو البعدية على القولين. انتهى؟ يعني هذا صحيح وهذا صحيح. نعم، كلاهما صحيح. والحديث الثاني شيخنا: لعلمن أقواما من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة فينسفها الله نسفا. هذا الحديث منازع في صحته. العلماء فيه ما بين مصحح ومضاعف، الذي فيه إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هذا فيه تفصيل أيضا ما نوع المحارم التي انتهكوها. فالمحارم التي انتهكوها مراتب، مراتب، وبناء المرتبة يتأتى الإثم. فليس كل من مثلا خلى بنفسه في غرفة وعمل شيئا لا يرضي الله، ليس معناه أن هذا الشيء يحبط عمله كله. لا، الحديث له فقه حتى في حال ثبوته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ، أنا لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. الله يبارك. اتفضلي. أنا زوجة تانية. طيب. وزوجي يعني زوجتي الأولانية أنجب منها 6 أولاد، فربنا أكرمني وتزوجت وخلفت منه توأم ولد وبنت. فبعد الإنجاب هو يعني إنسان على علم يعني وعارف ربنا كويس وبيصلي كده. فبعد ما ربنا أكرمني بالولد والبنت اكتشفت إنه كتب كل شيء يملكه لأولاده الأولانيين. فطبعا أنا مش عارفة يعني كلمته وجبت وعرفت إن أنا عرفت إن هو كتب كل شيء لأولاده وإن الأولاد دي ليهم حق عليه وكده. فيعني ادعى إن هو عمل كده عشان المشاكل وعشان زوجته وأولاده عاملين له مشاكل وكده، وإن هو بيعمل الموضوع دوت بصورة مؤقتة يعني. فيعني أنا مش عارفة صراحة يعني. هذا حرام. هو طبعا تعبان جدا و هذا حرام. ويعني يعني هذا ظلم. هذا ظلم. على يعني بيقول لي انا حاسس ان انا هموت، بس انا عايز تسامحيني في حق الاولاد. لا لا، مش انت اللي تسامحي يعني، قلبي من جوه. يا اختي اسمعيني بس، هم ما لهمش اي ذنب يعني. اسمعي الكلام بس، اسمعي. نعم. هو ظالم بهذا الصنيع، لم يظلمك انت حتى تعطيه المسامحه. هو ظالم للاطفال الصغار الرضع. يعني المسامحة أيوة مش المسامحة أيوة ليست حقك. أيوة، المسامحة ليست من حقك أنت. أيوة، بس المسامحة الآن، هو الآن ظلم من؟ ظلم الأطفال الرضع. أيوة. أعطى كل التركة للأبناء الآخرين وظلم. أيوة. الأطفال الرضع، والنبي قال: نعم، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وقال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فترك الورثة الضعفاء يعني المولودين الولد والبنت بدون ميراث، وأعطى الميراث كله للأولاد الآخرين. هذا ظلم واضح. السلام عليكم.
السلام عليكم. تسأل سائلة عن حديثين في شأن الخلع، أولهما حديث المختلعات هن المنافقات، الثاني من كانت أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الخبران لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما ضعيف والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل عن صحة حديث أنت ومالك لأبيك وما فقهه. قل حديث أنت ومالك لأبيك طرقه متكلم فيها، ومن أمثل طريق له وهو الذي عول عليه البعض في التصحيح حديث أو طريق من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن الإمام أحمد يقول في هذا، أعني في هذه السلسلة، أهل الحديث إن شاءوا أن يقبلوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قبلوها، وإن شاءوا أن يرفضوها رفضوها. قال العلماء لأن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ينفرد كثيرا بأحكام، هذا أقوى طريق عول عليه ولا أراه يثبت، وأرى نصوصا أخرى تخالفه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأبوين لكل واحد منهما السدس بعد الوفاة، فلو كان أنت ومالك لأبيك ما جعل للأبناء نصيب ولا للأم نصيب. وكذلك في هذا الصدد النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ويقول إن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك إن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حق الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لمؤاخذة يا شيخ، احنا اخت او اكبر اختنا الاخين اصغر مني، ابويا توفى في حادث ورافعين قضية، ومراسي انا اخذ، يعني انا دفعت لهم من مراسي انا من حقي الشرعي، دفعت لهم للمحامي، وفلوسي باقي فلوسي ليه اللي انا دفعت لهم يعني عنديهم هم، هل حرام لو انا اخذتها منيهم؟ لو انت ماذا؟ يعني الفلوس في حقي انا دفعته لهم للمحامي بدل حقهم، يعني حقهم هو راح للنيابه الحزبيه لانهم هم لسه اطفال قصر، وحقي انا قاعد يعني عنديهم، انا راح اخذه بعد كده المحامي قال لي خذيه من عنديهم، فهل يعني حرام لو اخذته منهم؟ اذا كان شيء هم صغيرين او سواء كبروا، يعني اذا كان شيء صنع لمصلحه التركه هم يعني بيودوني، لا مؤاخذه يا شيخ، هم يعني بيودوني لو رحت عنديهم، لو عست فلوس او اي حاجه اي حاجه عست عنديهم بيدوهاني. هو يجوز من ناحيه جواز ان تاخذي ما دفعتي تحمليه للورثه كلهم جائز، لكن ما دمت تقولين انهم يودونك فمن الإحسان أن تقابلي الإحسان بالإحسان. إن كانت أموال يسيرة التي أخذها المحامي فكوني محسنة كإرشاد وكنصح، أما كحكم فلك أن تأخذي ما دفعتي، ويخصم منك النسبة التي تخصم منهم مع الفرق بين الذكر والأنثى. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل عن معنى كلمة خداج في قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. يسأل عن معنى كلمة خداج. الخداج الناقصة غير التامة، الناقصة غير التامة، والله أعلم. سائل يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة. أقول بالله التوفيق هذا الحديث ضعيف جدا، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الاختلاف رحمة هل يكون الاجتماع عذاب؟
هذا أيضا لا يتصور، لأن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والله أعلم. سئل الناس أن الحديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. السلام عليكم. أنا كنت متجوزة قبل كده وكان لي ذهب ومؤخر، وبعد كده سبته عند أبويا لما اتجوزت الجوازة الثانية. طيب. وأبويا مات وقبل ما يموت باعه وحطه في قلب الدفتر. يعني زوجك كان مات ولا أنت مطلقة ولا إيه؟ لا مطلقة. يعني؟ بس قبل ما أبويا يموت راح بيعه وراح حطه في دفتر توثيق، ودلوقتي أبويا مات فمش عارف أخذ حق من إخواتي إزاي، أو عشان ستي وريثة وجدي وريث وإخواتي. يعني هم مقرون لك بالحق أو ليسوا بمقرين؟ لا كلهم معترفين، بس مش عارفة أعمل إيه عشان أطلع الفلوس دي. لا إذا كان هي من حقي كلها ولا عشان إخواتي لهم ليا أسر. لا لا، هي فلوسك أنت الشخصية أخذها أبوك وضعها في أي مكان، هي لك خارجة من التركة، هي أموالك. بارك يعني بصر. الأسر ما لهمش حاجة فيها؟ لا لا، ولا الأسر ولا غير الأسر، هي أموالك أنت، إلا إذا كنت أنت أداتيها للوالد. أنت كنت أداتيها للوالد؟ سيبها أمان عنده. أمانة؟ لا، أمان عنده ليس للقصر أي شيء. يسأل عن حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، الحديث لا يثبت سنده ضعيف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل. شيخ الله حبك الله، اتفضل اتفضل يا سيدي. شيخ، على المحرمة في العمرة أو في الحج هل يجوز لها أن تلبس النقاب مقلوبا؟ ما سمعت جيدا. يعني أسأل الاعتصاب عن النقاب. نعم نعم، أسأل عن النقاب، هل ممكن المحرمة في الحج وعن عمرة تلبسه مقلوبا؟ تلبس النقاب ماذا؟ يعني بحيث ما يبقاش مش هيبان النقاب، بس هو البيشة دفع فقط الدم على وجهها. على كل حال المنتقبة لا تلبس النقاب لحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وإن كان قد اختلف في رفع ووقف على ابن عمر، لكن تتقيه المرأة وهذا رأي الجمهور هذا. وإذا أرادت المرأة أن تغطي وجهها فلتغطي بشيء غير نقاب، كان تأتي بإزدال تنزله على الوجه تماما هكذا ليس فيه ثقوب أمام العين، فهذا جائز لحديث أسماء. كنا إذا مر بنا الركبان أزالت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. بارك الله في عمرك وفيكم، ربنا يطمن عليك يا رب. ليا سؤال هنا شيخ بعد إذن حضرتك. تفضل. أنا بقى أتوضى في الصيام دايما لازم أمسح بقي أو أنشف بقي جامد يعني، والسؤال الثاني حضرتك لا عفوا ما فهمت السؤال الاول. لما بتمضمض اجي في الوضوء، لما تتمضمض تنشف بقك الاول من الداخل او من الخارج؟ من الخارج. ولماذا يعني ايه المشكله؟ بخاف احسن نقط ميه النازله من على وشي تنزل على بقي. يا اخي بلاش وسواس، الله يغفر لك. يعني ما اعملها؟ لا 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 تغالي. والثاني والثاني حضرتك، لو انا بداعي بزوجتي وحسيت ان في حاجه نعم نزلت. نعم، لو انا بداعي بزوجتي وحسيت ان في حاجه نزلت، حسيت ان في حاجه نزلت، مزي ولا مني؟ مزي. مزي، توضا واغسل عضوك. ماشي يا شيخ، بارك الله فيك. سلام وياكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ اعطيك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. تفضل. تفضل.
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ما السؤال؟ السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ما السؤال؟ أيوة السؤال مع حضرتك. تفضل. السؤال من يا شيخ؟ يا شيخ. نعم نعم. أنا مسلف فلوس بقالها سنة ونص. نعم وبعدين؟ وبعدين حاول أنا عاوز أدفع عليه أدفع ال معاي. أنا ما سمعته. إذا كنت تسأل عن الزكاة، إذا كنت تسأل عن الزكاة وأنت مسلف فلوس من سنة ونصف، إذا كانت الفلوس يرجى سددها ألزمت بالزكاة فيها، إذا لم تكن يرجى سددها جاز لك، يعني إذا لم يكن يرجى سددها لم تجب عليك الزكاة إلا إذا قبضتها خرجت عنها زكاة سنة واحدة، وبالله التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم أمين. هذا وأسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.